بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بخصوص يعني الشروط المتعاقد عليها في دفتر التحملات ديال الدوري الافريقي، هي شروط اللي في الاصل يعني كيفرضها الاتحاد الافريقي على الانديه المشاركه في دوري عصبة الابطال والكاف، مع اضافه يعني بنود جديده من اجل ضمان النسخه الاولى ديال الدوري الافريقي، لان نجاح هذه النسخه هو اللي غيضمن الاستمرارية ديالها، خصوصا ان كاين يعني تعاقد بين الاتحاد الافريقي وبين شركة ايطالية اللي مشرفة كذلك على هذا الدوري، واللي كتسعى ولا كتحرص على النجاح دي النسخة الاولى باش يستمر. فكاين مجموعة من الشروط يعني اللي مهمة، منها اولا ان الفريق على مستوى النزاعات ما تكونش عنده نزاعات على المستوى الدولي، ما تكونش عنده ديون، اللاعبين يكونوا مخلصين، يعني الملعب يستجيب للشروط الدولية، كذلك يعني بالنسبة للمركز الصحي خصو يكون متواجد في الملعب، ومجموعة من الشروط الأخرى اللي كنظن بأنها مهمة في مباريات دولية، واللي مهمة بالنسبة للفريق من حجم الوداد غي يخوض منافسة اللي كبيرة وكبيرة بزاف. وكنظن بأن جميع الأندية عندها طموح للمشاركة في هذا الدوري نظرا للجوائز المالية، فالفريق قبل ما يشارك يحصل تقريبا على 1 مليار سنتيم كيتعفى من جميع كنظن المصاريف ديال المباريات، فهي أشياء اللي هي مغرية. كيبقى أهم شيء الضمان كيف ما قلت يعني استمرار هاد الدوري، هو واش غتنجح النسخة الأولى، لأن النجاح ديالها بالنسبة يعني للشركة والاتحاد الإفريقي مهم باش يتضاعف العدد من 8 ل 16 ثم ل 24 في النسخة الثالثة. كنظن بأن الوداد هو أول فريق مغربي غادي يشارك، هو الممثل الوحيد، والموسم المقبل يكونوا جوج ديال الأندية مغربية، وكيقال يعني الفريق الأكبر مرشح هو فريق رجاء الرياضي مع فريق نهضة بركان، لأن نهضة بركان اليوم كيشارك في الكاف، الرجاء ما كيشاركش، بالتالي إذا كان نجاح ديال نهضة بركان في التتويج بلقب الكاف غيكون حسن الترتيب ديالو على المستوى الافريقي، وبالتالي غادي يكون يعني ترتيبه احسن فريق الرجاء وغيكون هو المرشح. فكنظن بالنسبه للشروط كيف قلت هي شروط اللي مفروضه على كل فريق انه يستجيب لها، كذلك كتدخل فيها المنصه ديال الصحافه اللي خصها تكون معايير دوليه، واماكن اللي تكون مخصصه يعني مكان الولوج، مشاو حتى لمكان الولوج للصحفيين خصو يكون يعني خاص ماشي مع الجماهير، لان مركز محمد الخامس كان المكان اللي كيدخلوا منه الزملاء الصحفيين يعني مع الجماهير، فالكاف فرض ان يكون مكان خاص يعني للصحفيين وباب خاص للصحفيين من اجل الولوج. فكما قلت هي كتبان شروط اللي هي يعني نقولوا صارمة، ولكن في حد ذاتها هي اللي جيت تشوف هي غتكون في صالح الأندية، لأن الأندية تلقى راسها تخلصات من الديون ديالها، من النزاعات ديالها، من المشاكل المالية اللي عندها، وبالتالي غتضمن المشاركة. كنظن حاليا الوداد وقع العقود الرسمية، وبالتالي يعني راه استجب لجميع الشروط، كيبقى غير مركب محمد الخامس لان كاين الحديث كثير على الاغلاق ديالو، واش غيتغلق بشكل نهائي ولا على فترات، واش هو الملعب اللي غيحتضن، هو بنسبه كبيره غيحتضن يعني ماشي رسمي، ولكن بنسبه كبيره هو اللي غيحتضن المباريات. فكنظن بان يعني الاصلاحات اللي غتكون فيه من طرف الشركه الجديده سونارجيش فغيكون مؤهل انه يعني يحتضن المباريات ديال فريق الوداد الرياضي. وكنظن مهم بالنسبه لفريق الوداد انه يلعب المباريات ديال في مركب محمد الخامس، لانه كنعرفوه هو المعقل ديالو، هو الملعب اللي كيرتاحوا فيه اللاعبين، الحضور الجماهيري كيكون بواحد الشكل كبير، اجواء كتكون فيه ايجابيه بالنسبه للفريق باش يحقق نتائج ايجابيه. الا كان ملعب اخر فكنظن غادي ياثر لا على التنقل ديال الجماهير ولا كذلك على الميزانيه ديال الفريق. كنتمناو ان الوداد يكون في الموسم ديالو ما يكونش بحال الموسم الماضي، يعني فشل في تحقيق اي لقب من الالقاب اللي نافس عليها، وان شاء الله يكون متوج بهذا اللقب.